معانا عبر تقنيه زوم الاستاذه دينا عثمان نائب محافظ مطروح، الدكتوره دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اللي ربما بتعد احد النماذج الشبابيه اللي اتكلم عليها الاستاذ اسلام، واللي ربما استفادت من البرنامج السياسي اللي اتقدمته الدوله المصريه للشباب. اهلا بيك يا دكتوره، منورانا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيكم واهلا باهل مصر كلهم، صباح الخير. النهارده بنشوف المرأة بتشتغل في وظائف قيادية في المحليات بدرجة نائب محافظ في الجمهورية الجديدة. كلمينا عن تجربتك، عن تجربة المرأة في إثبات نفسها في ذلك المنصب بعد ربما تأهيل وتدريب في عدد من البرامج اللي قدمتها الدولة ليكي، واللي قدرتي من خلالها توصلي لهذا المنصب. طبعا كانت فرصه ممتازه جدا. القياده السياسيه سياده الرئيس اداها لنا، اولا كشباب، ثانيا كسيدات، ان احنا ناخد مناصب قياديه في المحافظات. واهتموا الدوله اهتمت جدا بتدريبنا وبتهيئنا ان احنا نكون على قدر المسؤوليه وفي نبقى قد المكان اللي احنا موجودين فيه. وبالفعل هو ده التحدي، ان احنا ازاي نثبت ان احنا فعلا نجتهد ونبقى فعلا قد المكان ده. المراه يعني دايما اقول ان هي لما بتتحط في اي مهمه او في اي منصب بتجتهد جدا جدا علشان تثبت ان هي حد ناجح وحد قوي وحد مؤثر. والحمد لله الفرصه اللي ادتها لنا القياده السياسيه كنواب محافظين او كنائبات محافظين، الحمد لله كانت فرصه كويسه جدا، تعلمنا فيها كتير، استفدنا كتير، اخذنا خبره، كمان اثبتنا ان المراه تقدر ان هي توفق ما بين بيتها وما بين حياتها، وخاصه ان العمل في مجال المحليات مش سهل. كمان بالنسبه للعمل، العمل في مناطق الحدوديه بالذات، وعندي طبعا مطروح بصبح عليكم مطروح، انا جايه قدام البحر مخصوص عشان تحس ان انت كنت معايا مطروح. المناطق الحدوديه السيدات كانوا مهمشين فيها، او مش هقول مهمشين ولكن كان ظلمهم مش واضح. لما احنا نزلنا مناصب قياديه في الاماكن دي، يعني الحمد لله قدرت ان انا اخلي البنات يقولوا لي احنا نتمنى ان احنا نبقى زيك في يوم من الايام. السيدات بقى ليهم صوت، السيدات في الموضوع بقى بيلاقوا حد يجوا يتكلموا معاه، يعرضوا عليه افكارهم، يعرضوا عليه احلامهم. بدأنا نحقق أحلام السيدات دول ونعمل مبادرات كتيرة جدا علشان نحطهم على أرض صلبة ويظهروا وتظهر أعمالهم وتظهر شغلهم وتظهر منتجاتهم ويظهر تفوقهم في كل المجالات. فيعني احنا ضربنا عصفورين بحجر إن السيدة بقى ليها دور في الحياة السياسية، دور قوي كشابة وكسيدة، وكمان في المناطق الحدودية إن أثبتنا إن بنات المناطق الحدودية ممكن مكان قوي جدا على الخريطه ويكونوا مؤثرين ويعملوا حاجه عشان خاطر بلادهم والكفايه. طيب دكتور دينا، يعني حضرتك اتكلمتي عن تحديات كبيرة وصعوبات كتير واجهتيها، كان لازم تكوني مؤهلة ليها إن كان نفسيا أو أكاديميا عشان تقدري تخوضي هذه المعركة. إزاي قدرتي تهيئي نفسك وتؤهلي نفسك إن أنت تخوضي هذه التجربة، أو خليني أقول عليها معركة، اللي يمكن نتائجها بتظهر مع كل انجاز بيتحقق على ارض المحافظه؟ يعني العلم ايه؟ لما بيبقى قدامك تحدي بتبقي عايزه تثبتي نفسك قوي وتثبتي جدارتك. طبعا بدايه من التدريبات اللي احنا اخذناها في الاكاديميه الوطنيه للتدريب، بدايه للشغل في الحياه العامه والحياه السياسيه، لما نزلنا على ارض الواقع. وطبعا احنا كنواب محافظين بصفه عامه شغلنا كله متمثل ان احنا نكون وسط المواطنين، وسط الجمهور، نبقى جزء منهم ونسمعهم ونبقى قريبين منهم. كان في البدايه الفكره كانت غريبه شويه، ازاي مسؤول موجود في الشارع، في السوق، في الماركت، مش عارف ايه، لكن بعد كده اخذوا على الوضع وبقوا يقولوا احنا حاسين ان انت حد مننا، عشان كده احنا بنبقى قريبين منكم، نتكلم معاكي. فده في حد ذاته انا شايفاه ان هو نجاح كبير جدا للتجربه، ان الشباب قريبين من الناس في تفكيرهم، في شبابهم، في حماسهم، في افكارهم، في رغبتهم في ان هم عايزين يعملوا حاجه جديده، في حبهم للبلد المتمثل في ان هم بيدوروا على كل ما هو جديد.
فيعني انا بقول ان هو ده التحدي، والحمد لله ان احنا قدرنا يعني بقدر كبير ان احنا ننجز فيه طول الفتره من ساعه ما تولينا المنصب. صحيح، شكرا ليكي. شكرا ليكي الدكتوره دينا عثمان، نائب محافظ مطروح واحد النماذج الشبابيه اللي ربما قدرت ان هي تثبت نفسها وتوصل لهذا المنصب عن طريق هنسيد شباب الاحزاب وعن طريق شغلها وعن طريق اجتهادها. شكرا ليكي ونورتينا على شاشه صباح الخير.